كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم عندنا ملخص مباراة الاهلي والطائي في جدة بين هذا الحضور الجميل الجماهيري من الجار الاهلاوي. اعتذر منكم ان انا ما قدرت اصور المباراة مباشرة لانه في نفس الوقت كانت مباراة النصر والشباب. لايكاتكم واشتراكاتكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ. الله ما شاء الله على المنظر، وألف ألف ألف سلامة للكابتن زياد الجهني، بإذن الله يرجع بصحة وعافية وأفضل مما كان، ولكل المصابين وجميع أخواننا المسلمين والمسلمات في كل أرض ومكان يا رب العالمين. ما شاء الله يا مكسيمان، ما شاء الله يا مكسيمان. هل تعلم أنه مكسيمان الموسم اللي فات أكثر لاعب راوغ في الدوري الإنجليزي؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله على هذا اللاعب. محرز محرز محرز، هذا كيف يجي؟ الهب ما شاء الله يا براقة يا أخي، هذا حارس نشوة قدام الاتحاد طلع كور كثيرة، والآن قدام الأهلي والله حارس، والله حارس ما شاء الله تبارك الله. شوف مع إنه مدافع كان مغطي عليه لكن ما شاء الله على طول رحلها. يبقى الملعب ما شاء الله كله دخان، هذول كيف يلعبوا ما شاء الله تبارك الله. كيسي فرمينو، فرمينو شهادة الرأسية، انت كنت غايب عن الفريق ودحين ترجع كده تنطح؟ ايش هذا النطحه؟ ترى الملعب هذا تجي فيه هاتريك يا فيرمينو، اكمل صح صح فيرمينو. اليوسكي اليوسكي اليوسكي، ايش هذا التسديد اليوسكي؟ ولا عشان الدخان ما تشايف الباب يا عم، انت لو مغمض عيونك ما تشوف كذا. اليوسكي ايش هذا؟ انت لا انت اللي عرض ولا انت اللي شفت، ايش سويت انت؟ هذا حلوه هذا حلوه، اوه ما شاء الله يا براذر، بس كيس حطها في نص الباب، لو حطتها يمين ولا يسار والله حلوه العرضيه، وكان لوحده ما مع احد، كان يضيعها. شوف العرضيه الحلوه ما مع احد، حرام عليك حطها في زاويه يمين ولا يسار. حلو فيرمينو، قاعد تلعب فيفا انت ولا ايش؟ ايش هذا؟ ايش هذا قاعد تسعر؟ اتوقع اللقطه اول شيء ما فيها بلنتي، اتوقع اللقطات ورا بعض ماني ملحق اتكلم ما شاء الله تبارك الله. ايش الملخص ده اللي مره سريع اسرع من حياتي؟ هذا اللاعب لسه طايح يا ويش، هذا اللقطات قاعد تصير ورا بعض. ايش هذا قاعد يصير؟ والله هذا لو جاء هدف وربي مره حلو، والله مره حلو تسديده. الحكم راجع للفار في لقطه ثانيه احنا ما انتبهنا لها، الحكم راجع للفار، شكله دعس عليه ما دام كذا يزعق، شكله دعس عليه. يا حبيبي احنا حاطين الفار عشان نشوف اللقطه. اوه لا 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 فيها دعس، اوح والله قويه ذي، والله قويه ذي، هو اعطاه كرت اصفر ما دام سوى كذا وصارم، شكله فيها احمر، شكله فيها احمر. ايوه تعال يا حكم يلا اعطيه احمر ولا اصفر ولا سامحه ولا ايش مسوي؟ عشان كذا ما في اصفر شيل احمر، الله معاك صراحة كرت احمر، معليش الف سميدو والله دعستك ممكن تجيب له اصابة، انت الكابتن انت المفروض تكون العاقل. شوف هنا من هنا واضحة، اي والله دعسة قوية، والله دعسة قوية، اي من هنا 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 اوضح شيء. يا لعيب يا ماكسيمان يا لعيب، والله حلو الله يا جاري الاهلاوي، مع اني كنت اتمنى لكم تخسروا بكل صراحة، كنت اتمنى لكم تخسروا عشانكم قاعدين تنافسون على الصدارة، بس والله هذا حلو، والله هذا حلو، والله اتكلم على مراوح ماكسيمان ولا اتكلم على تسديدة محرز، والله ثنائي ثنائي من الدوري الانجليزي ليصبح ثنائي في الاهلي. شوف السحبة، اللاعب طاح من قوة السحبة، والله هدف، شوف السحبة، والله المراوغة، والله المناولة، والله التسديدة. الأهلي داخل بقوة، الأهلي 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 الأهلي، أربع لعيبة ضد مدافع، أربع لعيبة ضد مدافع، محرز ايش قاعد تسوي؟ محرز محرز الأنانية اللي فيك؟ ايش الأنانية اللي في محرز؟ أربع لعيبة كنتوا على مدافع واحد. حلوة حلوة، اللاعبين غلط، اللاعبين غلط، باجندوح اعطى ماكسيمان هديه بس ماكسيمان ما استغلها. والله هذا لو جاء هدف كان حياثر كثير عليهم، لانه غلط قدام ماكسيمان، ماكسيمان ما شاء الله يراوغ كذا وهدف على طول، لا تغلط قدام ماكسيمان. حلوه هذول الاثنين دخلوا نفس الكوره، ايش ايش هذا؟ ما في تفاهم بين محرز وفيرمينو ولا ايش؟ ولا كل واحد دخل هدف؟
اوه الجزاز يا ابو الحلال، كل مره كده يدخل هذا الاسطوري ولا ايش يا ابو الحلال؟ مهاجم ما شاء الله، تسديده ما شاء الله، لا قوه الا بالله يا اخوان. هذا لاعب وسط ولا مهاجم؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. ايش الصاروخ هذا؟ كل مباراة يحط بصمته في المباراة. من اكثر اللعيبة المؤثرين في الاهلي كيسيه ما شاء الله. ما شاء الله يا القذيفة. لا يا حبيبي الطاي، ايش الاغلاط هذه؟ مباراة الاتحاد ما غلطوا قد كذا. ما في شيء؟ لا 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 لا، اخلاق اخلاق يا شباب، يا شباب اخلاق يا شباب. نشوف اعادة، نشوف اعادة. لا لا ما في شيء، دخلوا على الكورة، دخلوا على الكورة. ماكسيمال ماكسيمال، حيعدي حيعدي حيعدي. ما شاء الله لا قوة الا بالله على مراوغات هذا اللاعب. اوه هذا كيف ما جاش هدف يا ابوي؟ ايش الاغلاط ذي؟ ايش الاغلاط ذي؟ يلا 3-2 3-2. محرز مشي، محرز مشي. ليش هنا؟ اوه الكورة ما جت فيرمينو، الكورة ما جت فيرمينو، لكن محرز سمحان النابت هو الاقرب كان على الباب. محرز غريب منه، شو سمحان النابت تعطيها فيرمينو اللي في الزاويه يا اخوان؟ معليش، اكثر الملخصات لقطات ملخبطه وما فيها نهايه، فما حصلت ملخص الى نهايه المباراه. اتمنى تعذروني، باذن الله احاول المباريات الجايه باذن الله من الجوله السادسه حتكون كل المباريات مو في وقت واحد. لايكاتكم واشتراكاتكم، وباذن الله المقاطع الجايه ترضيكم. السلام عليكم.